ننتقل إلى الملف المنتخب السعودي والمتابعة اليومية للمنتخب السعودي الذي يعسكر حاليا في أستراليا. الرسالة اليومية في برنامج الملعب والرسالة اليومية المطولة اللي تتابعونها بعد نهاية البرنامج مباشرة مع زميلنا عبد الله العظيمي. نبدأ أولا بتدريبات المنتخب السعودي اليوم، استعداداته، آخر المستجدات في المعسكر الأخضر مع الزميل عبد الله العظيمي. يقول ساشا مدرب لاعب المنتخب الأسترالي أن إقصاء المنتخب السعودي بالنسبة لهم هدف كونه منافس على البطاقة، كيف تقرأ هذا التصريح؟ والله طبعا معهم حق، لأن المنتخب السعودي بيزاحمهم يعني في التصفيات الثانية، فإن شاء الله يعني زي ما أنا ربي يوفقنا بتركيزنا إن شاء الله والمحافظة على أداء التمارين، إن شاء الله نطلع بشيء ممتاز يفرحنا إن شاء الله. هي التمرين اليوم كان فيه تحدي وتنافس يعني بين فرق، ثلاث فرق كان توزيع، وهذا اللي خلى التمرين شوي حماسي يعني. جو العمل الحمد لله يسوده تفاؤل، وإحنا متفائلين جدا، ويمكن تشوف على وجه اللعيبة يعني. الحمد لله يعني كان التمرين حماس صراحة، في تحدي من اللعيبة، والحمد لله قدرنا نكسب التحدي احنا فريقنا، كلنا مستعدين ان شاء الله. فيها رهب المباراة؟ والله ما اقول لك انه فيها رهب، لكن ان شاء الله يكون الحماس موجود ونكون واثقين في انفسنا ان شاء الله، والباقي على الله ان شاء الله.